أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة السيد الجبور. نتحدث عن برنامج تراثيات. التراث الشعبي هو ثروة كبيرة من الأدب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافية المادية والفنون التشكيلية والموسيقية والموروثات، تعكس الأصالة وتحمل عبق الماضي ونكهة البوادي والأرياف وذكريات الآباء والأجداد، ففيها صفات الكرم والشهامة والبطولة. والتراث هو كل ما خلفه وورثه لنا الأجيال السالفة في مختلف الميادين المادية والفكرية والمعنوية، وهو ما يسمى بالثقافة المادية والثقافة الغير مادية. والتراث هو نتائج الحضارة في ميادين النشاط الإنساني من علم وفكر وآداب وفن.